Hello everybody, how are you? أهلا وسهلا فيكم بقناتي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اللي حابب يقتني الفيديوهات في يتواصل معي عبر الواتس الموجود بصندوق الوصف. معكم أنا دعاء ديبو. Let's go. يونت 15 الدرس الخامس عشر بارت 1 لسن اند ريد الجزء الاول استمع واقرا. قبل اللوحه الاولى لدينا صديقتنا ماذا تقول؟ I had a busy day today. كان لدي يوما مزدحما اليوم. عندها كثير شغل كان اليوم، اشتغلت كثير اشياء. اللوحه الاولى I got up at 7 o'clock. I read my book. نهضت الساعه السابعه تماما. قرات كتابي. اللوحه الثانيه We had a breakfast at a quarter past eight. I helped my mother. تناولنا الفطور الساعة الثامنة والربع. ساعدت أمي. اللوحة الثالثة I went shopping with my mother at half past nine. I bought some cherries in the market. ذهبنا للتسوق أو ذهبت للتسوق مع أمي الساعة التاسعة والنصف. اشترينا بعض الكرز من السوق. اللوحة الأخيرة In the afternoon, I did my homework, I wrote a story, and I went to bed. بعد الظهر عملت وظيفتي، كتبت قصة، وذهبت إلى الفراش. Part 2 Ask and Answer. الجزء الثاني اسأل وأجب أو سؤال وجواب. What did Amir do today? Look at Amir. Look at the picture. انظروا إلى عامر. انظروا إلى الصور. What did Amir do today? ماذا فعل عامر اليوم؟ هنا الفاعل سوف يكون he. هنا الفاعل سوف يكون he. ثم فعل بالماضي. ثم تتمت الجملة. Okay. فكروا. ابحثوا. اكتبوا لي على جدول تعليقاتي على قناتي وأنا أطلع عليه. Part 3 Look and Say. الجزء الثالث انظر وقل. Where is the monkey? Look at the picture. انظروا إلى الصورة. Where is the monkey? لدينا المونكي A, B, C, D, E. Okay. مثلا المونكي number C. القرد رقم C. It's behind the tree. أليس كذلك؟ هنا سوف أقول it ثم فعل الكون is ثم تضعون أين يكون في الأعلى في الأسفل خلف. أوكي. مرحبا بكم في كتاب النشاط يونت 15 الدرس الخامس عشر بارت 1 ريد أنتيك أور كراس. الجزء الأول اقرأ وضع إشارة صح أو خطأ. علينا بقراءة النص أولا ثم نقرأ الجمل ونضع تيك أور كراس. Dear Grandma, thank you for your letter. Yesterday I wrote a story about some monkeys in the jungle. Then I read a book about a boy who talked to animals. We had a really interesting science lesson about dinosaurs too. It's Saturday today. I got up early. I went to the market with mom and we bought some lamb for lunch. I'm gonna bed now. Love, Leila. عزيزتي الجدة، شكرا لرسالتك. البارحة كتبت قصة عن بعض القردة في الأدغال، ثم قرأت كتاب عن صبي تكلم إلى الحيوانات. كان لدي درس علوم ممتع عن الديناصورات أيضا. إنه يوم السبت اليوم. نهضت باكرا، ذهبت إلى السوق مع أمي واشترينا بعض من لحم الخروف للغداء. سوف أذهب للفراش الآن. المحبة لك ليلى. طيب الجملة الأولى Yesterday Leila wrote a story about a boy took or cross. Cross. Number two She read a book about a boy who talked to animals. Take or cross. Number three She liked her science lesson. Take or cross. Number four Today Leila had chicken for lunch. Chicken for lunch. Tick or cross. Number five, she got up early today. Number six, she went to the mountains. Number seven, she went shopping with her grandmother. Tick or cross.
وأنا أثق بكم. بالمناسبة تستطيعون أن تكتبوا على جدول تعليقاتي على قناتي وأنا أطلع على الإجابة. Part 2 Read and Write، الجزء الثاني اقرأ واكتب. لدينا هنا مجموعة من الأسئلة علينا أن نجيب عليها. أتمنى إحضار دفتر وقلم من الرصاص والمتابعة معي صف الرابع. لدينا السؤال الأول: What time did Tala get up؟ What time did Tala get up؟ في أي وقت نهضت تالا؟ هنا لدينا did تدل على ماض بسيط، أليس كذلك يا صف الرابع؟ إذن الجملة أو الجواب يجب أن يكون بالماضي البسيط. لدينا الفاعل في الجملة أو في الجواب she. لماذا قلنا she؟ لأننا نحن نسأل عن تالا، تالا فتاة، إذن she الفاعل. الفعل بالماض قطب، أتى كوارتر باس 7، الساعة 7:15. وهكذا بالنسبة للأسئلة التالية. السؤال الثاني: What time did Tala and her mother go shopping؟ في أي وقت ذهبت تالا وأمها إلى السوق أو إلى التسوق؟ انظروا إلى الوقت، إلى الساعة. طيب من الفاعل هنا؟ نحن لدينا اثنتان شخصان، أوكي، جمع، إذن الفاعل لدي هنا they. السؤال الثالث: What time did Tala read a book؟ في أي وقت قرأت تالا كتاب؟ وأنا أثق بكم. Part 3 Look and Write، الجزء الثالث انظر واكتب. لدينا مجموعة من الصور، طبعا لدينا الفاعل هنا عامر، نسأل نحن هنا عن عامر. سوف ننظر إلى الصور، ماذا فعل عامر البارحة؟ What did Amir do yesterday؟ السؤال الرئيسي هنا: What did Amir do yesterday؟ ماذا فعل عامر البارحة؟ Yesterday. هنا علينا أن نكتب جملة بالماضي البسيط لتكون جوابا لهذا السؤال. لدي الجملة الأولى أو الجواب الأول: He went to school. He فاعل، went فعل بالماضي، to school تتمت الجملة. عظيم. وهكذا بالنسبة للجمل التالية، وأنا أثق بكم. Part 4 Read and Match، الجزء الرابع Read and Match، اقرأ وصل. سهلة بسيطة، لدينا مجموعة من الصور ومجموعة من الجمل علينا بوصلها مع بعضها البعض. يبقى لدينا موضوع الترجمة، سهل أليس كذلك؟ Number 1 أول جملة الأولى: He's at the top of the steps، هو في أعلى الدرج. أين هذه الصورة؟ الصورة سي، صحيح. Number 2 He's at the bottom of the steps. He's at the bottom of the steps. طيب الجملة الثالثة: He's in the middle of the swimming pool. He's in the middle of the swimming pool. الجملة الرابعة والأخيرة Number 4 He's behind the door. He's behind the door.